سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبلا خير، كتم الصحة والعافية يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا البنات ان شاء الله عندي الضياف، عندي الوالدة والوالد، عاد غادي يجيو. يعني بديت يعني شقة من الصباح بالخبز، بديت كنعجن باش نحيد عليا الخبز، نحيد عليا داكشي لاخر كامل بحال باش بيضات وداكشي غادي يبهيني. المهم وغادي يرول المويعنات وداكشي باش نغسلهم. دابا المهم البنات بديت راني كنعجن الخبيز، درت هنايا الفينو، درت شويه ديال الحمامه والفرصه البنات، شويه ديال الخميره، صافي غادي نعجنها ان شاء الله. غادي نخليه يرقد شويه في القصعه، عاد غادي نرويه باش غادي نقرصو. المهم البنات اللي قلتها غادي نشاركها معكم، قلت المهم نشارك معكم على قطات من داكشي اللي درت، ونتمنى تقبلوا عليا، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. البنات راني عجنت وخليتها تلقات شويه وصافي، ودرت خبيزات هكايا صافي غادي نكرسهم. المهم انا عجنت بكري باش تخمر لي، باش نحيد يعني عليا العجينه، باش عاوتاني نبقى ندير شويه الخر ان شاء الله. كما كتشوفوا هانتوما دابا البنات راني خبزت الخبيز، صراحة الله خبزت الخبيز وخا راه تحرق لي شويه بالما، يعني ندير طرات شويه صغير ملي كنزيد الجن كيتشوط شي شويه من الجنيب، ويعني البنات جا خفيف زوي صافي. تما تغدينا اللي ما شاركت معاكم والو في الغدا حيت هما الضيافه يجيو حتى العشيه، ودابا البنات ملي تغدينا غادي نبدا ان شاء الله نوجد هكايا شليطه. بعدا درت هنايا خيزو اللي كنقطع خيزو كنجرب هذا، يعني حسن من البوس عادي، كتبقي هاد الطنجري هكا ساهل، وغادي نقطعو طريفات وغادي نحاول نلعب به بالموس غير بشكل هكا يولي مدور باش نشرملو ان شاء الله. واحد الشرميلة زوينة كنديرلو بالزعتر وشوية د لاموطاغ وشوية ديال التومة زويتها ليا هكا، كن لي فاش كيجي في المنيدر زوين أحسن. المهم كيما بغيتو ديروه نتوما، ديروه البنات كل واحد الطريقه ديالو في الشكل، انا غير المهم قلت ندير له هكايا. صراحه الله كيعجبني كيجي كيركب زوين، عطيه حتى النظره زوينه. هانتوما كتقطعوا الطريفات كتوليو تلعبوا له ديك الجنيبات ديالو. المهم داكشي البنات ما تخافوش عليا، راه كنعطي الدجاجات ديالي كياكلوا هاد الخضيره كامل اللي كنبقي، كنعطيها الدجاجات يعني ما كطيعليش. بالنسبه ليا انا هنا في العربيه ما كطيعش، كنعطيها الدجاجات كياكلوها صافي. هانتوما كما كتشوفوا راه مكركب، ودرت شويه تسلق البنات، وهنا راني كنشحر، كدرت شويه ديال شويه واحد جوج فلفلات ملي كنت كنخبز، وجوج بوتنجالات صافي، ودرتهم تكتوكه هكايا باش نحطهم في الطبيصلات مع داك الخيزو صافي. البنات وغادي ندوز ان شاء الله نشرمل الدجاج ديالي، داكشي اللي درتو البنات غادي نصورو معاكم. هنا البنات عندي درت عندي جوج دجاجات غادي نعمرهم بالروز، خططت نديرهم بالروز. هنا عندي التومة، عندي واحد ثلاثة، المهم واحد ثلاثة ولا ربعة ديال الرز ديال التومة، ودرت المعدنوس وشوية ديال القزوة. هادي التشرميلة الأولى، يعني غير نشرملهم غير هما راسهم ونخليهم، عاد ندير التشرميلة ديال الروز. درت التومة هنا حكيتها مع شوية القزبور شوية المعدنوس، وغادي ندير سكينجبير حتى هو، يعني راكم عارفين الدجاج كايف سكينجبير. المهم احسن تشرملو هو الاول عاد تولي ديرو التشرميلة الدخلانية، كيجي لذيذ كيجي زوين. وما نقولكمش على الدجاج كيحمر بصراحة، جا زوين. هنا عندي شوية د البزار، معلقة د البزار، كنستعمل تا شوية ديال الهريسة ولا شوية ديال السودانية غبرة اللي كانت عندكم اللي كانت موفرة. انا عندي غير السودانية غبرة تاهي درتها. هنا كندير شوية ديال الخرقوم، شوية الشاونية، درت حتى الشاونية باش كيجي اللون زوين. وعندي هنايا دوك الطويلات ديال الزعتر الحر، درت وحيدة وحيدة، غادي نديرها في الحشوة اللي غادي نعمر بيها الدجاجات. صافي غادي نخلط هادشي كامل البنات، وغادي ندهن دوك الدجاجات مزيان. راني هنايا غادي من عاد نزيد شويه ديال السودانيه، السودانيه غبره ما صورتهاش صراحه، ما حطيتهاش من الاول مع الطريه،
السهر نمشي نجيبها الناس، هي حدايا قريبه الناس، ولدت هذيك الساعه حطيتها باش ندير شويه صافي. غادي نخلط هاد الشرموله هادي وغادي نلعب نربي هذوك الدجاجه صافي مليتين في الحامض، يعني في الليل غسلتهم درتهم في الحامض والخل. وهنا درت الروز كيتسلق، دابا راني درت الروز كيتسلق، عاد ندير الشرميله ديالو اللي غادي نعمر داخل في الدجاجات. هانتوما كيما كتشوفوا راه كيتسلق، المهم ما نخليش يطيب كاع في خطره. وهاد القميصات هنايا والكبيلات وداكشي راني كنسلقهم باش كتحيد لنا من ديك الزفوره. صافي هنا راه شرمات دوك الدجاجات، شوفوا كيجاو فنانين غير الشرميله. وتعطيكم الخبر صافي صفيتو تسلق وصفيتو، والكبيرات غادي نقطعهم. وهنا هذاك الخيزو راني سلقتو وصفيتو وخليته تما في البواطا كيبرد بلاتي حتى نعمر هاد الدجاجات. عاد غادي ندوز نشرملو حدا الناس، ملي نحط الدجاج يطيب غادي نشرملو على البواطا الاخرى. صافي وغادي نزيد حسن نحك شويه ديال الثومه عاوتاني نحكها، ولا ندير هذيك صافي هذيك. صافي غادي نطحنها، صافي نطحنها الناس كيما شفتو في نفس البانيو. الناس راني كنحيد دوك الدجاجات، وفي نفس البانيو راني جالسه كنشرمل عاوتاني الروز وداكشي. صافي غادي ندير بزاف بنات، واحد سليفه قولو ديال المعدنوس، واحد ثلاثه المعالق ديال القزبر حتى هما، ودرت هنايا الخرقوم البنات. المهم بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، درت شويه البزار حيت غادي نزيد السودانيه ما بغيتش نقوي، درت سكين كبير كما كتشوفوا هانتوما سكين كبير، درت واحد جوج معالق قولوا ديال سكين كبير حيت راكم عارفين متعس صراحه كيبغي العطريه. درت هنا الشاوميه، الدجاج مفور يا الشعبيه يا الجوز كيبغي، وصراحه الله العطريه تكون قويه شويه. درت هنا شويه الملحه، الدجاج ما تقويش البنات حيت الحامض مصير كيكون مازال مزال، ندير الحامض مصير كيكون فيه هذا الكمون حتى هو داك الكمون. الدجاج كيبغي شي شويه يكون محروق باش كيجي بنين صراحه الله. صافي الحامض مصير هذا عندي ديال الدار مرقده هنيت انا راسي، قطعت شويه درتو. وهنا البنات عندي واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك كتجي زوينه غرج الكل، كتجي واعره في الرز تشرميها بالرز. معلقه درت انا معلقه يعني غير صغيره، المهم اللي بغيتو معلقه كبيره ولا صغيره. صافي البنات كما كتشوفوا الرز راه مفرغ من هنا مهجن ما حتى حاجه يعني، طب المهم ما خليتوش حتى هبط باش نعمر ان شاء الله به. ودابا جوج السودانيه، واللي عنده الزيتون نزيد الزيتون، انا ما توفر ليش الزيتون مقطع. صافي راني غنحط الماء ديال الزعفران الحار، كتلدد البنات كتلدد صراحه الله. هذه الطياب اللي ما عندهاش زعفران شعره هذه راه في بلاصتو هني كان نفس النسمه. صافي غادي نسوس واحد شويه الرز غنخلط بنات هادشي هذا، وعاوتاني نزيد الكميه ديال الرز اللي بقات ونعمر دوك الدجاجات البنات. هانتوما كيما كتشوفو راه مهجن ما حتى حاجه داك الرز. كنصور باش تشوفوا اللون ديالها كيف طاب صراحه زوينه، شفت هاد الشرميله فنانه. وهذا ما كان البنات، ان شاء الله داكشي اللي درتو غادي نصوره معكم. صافي البنات درت الدجاج جوج دجاجات يعني متوسطه الحجم، درت شويه ديال الزيت ودرت هكا شويه ديال التكتوكه شويه ديال راكم عارفين خيزو محمر اللي شملتو داك الحامض عاد شويه ديال المهم زويدنات راكم عارفين. المهم لي انا ما عارفه شنو غادي نحط لكم في هذا الفيديو، المهم انا عارفه هادشي اللي غنحط، ولا بانت لي شي حاجه ان شاء الله اخرى غادي نصورها ونحطها معكم.
عندكم شعر، انتما كتشوفوا راه انتي انتما كتشوفوا راه الشرمين يعني بشر من الداخل مزيان. صافي نعمر هذا عمرته. صافي هنا درتهم في الكسكاس وشط ليا غير واحد شويه ديال الروز. صافي حتى شويه يطيبوا وعاد غادي نديرهم فوق هذاك الشويه اللي بقى. يعني ما بغيتش غنقوي الروز بزاف يعني حتى يبقى حيت ما يكونوش طيب بزاف، غير ماما وبابا وخالتي يعني ماشي بزاف يعني غادي يكونوا، ما بغيتش نقوي بزاف الناس كيبقى غير مداير. صافي هنا راني شملت خيزو، درت شويه زويته بلديه، شويه الثومه، شويه ديال الزعتر، شويه البزار، وواحد المعلقه ديال لاموطا. وغادي نزيد البنات شويه ديال الحامض، خليها تشحر شويه ان شاء الله، وعاد غنزيد شويه الحامض البنات. صافي ملي كنخليها كنخليه كيبرد صافي، وكنحطو بارد كتجي غزاله هاد الشرميله هادي الخيزو كتجي فنه. هنا انا نزيد شويه الحامض، صافي تشحر غنزيد شويه ديال الحامض عليه ونخليه يزيد يشرب غير واحد شويه. صافي ان شاء الله. هانتوما اللي صورتها للناس راه كيبان لكم، غادي نوريها لكم. صافي الدجاج راه بدات البرمه كتغلي، وغطيتهم بواحد هكذا يا واحد البلاستيكه. هانتوما كما كتشوفوا درت لهم ميكا من الفوق باش يطيبوا دغيا زعما وما يخلصوا. صافي طفيت عليه، صراحه كيجي زوين البنات هاد الخيزو، صراحه كيعجبني. صافي البنات دابا قرابة يجي وغنمشي يا البنات المغرب دابا، يعني مابقى حل الكسكروط يعني صافي منين تعطلو مبغيتش ندير كسكروط يعني صافي مشى الحال. يعني هذا ما كسكروط مغاديش يتعشى. وصافي هنا عمرت عليه حتى الأتاي غير بالقرمة الصيك وحبوب أتاي، مدرتش شي فيه السكر، وهذا يعني بالسكر. وحطيت هنايا شويه ديال الكيكة جات هي المكتوبة ديالي. صافي وحطيت هنايا شويه ديال اللوز، يعني مدرتلهمش كسكروط، حطينا غير هادشي هذا. وغادي ندوز البنات هنا كنشربو كويس ديال أتاي، وغادي ندوز نشارك معاكم داكشي اللي جات ليا الوالدة والوالد ديالي اللي خطيهم عليا. هانتوما كيما كتشوفو باش كنقولكم راه بزاف ديال الفيديوهات قلت لهم بابا كيخدم في هادشي ديال الشجر ديال الفواكه ديال، شوفو تبارك الله على مشمش غزال كيحمق تبارك الله يا رب. والباكور جابولي حتى الباكور مساكن.